عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى قام فزعا، هذا دليل على أن الكسوف يخشى أن يحصل عنده عقوبة من الله سبحانه وتعالى، أن تقوم الساعة، وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فالله جل وعلا هو الذي يعلم متى تقوم الساعة، الرسول وجميع الرسل والملائكة لا يعلمون متى تقوم الساعة، وهي قيامها من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقد ذكرت في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه الأمور الخمسة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لم يطلع عليها أحدا من خلقه، لا الملائكة ولا الأنبياء. نعم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أنه لا ينبغي عند الكسوف والخسوف أن الناس يضحكون يمزحون، بل يجب أن يخافوا وأن يبكوا وأن يتضرعوا إلى الله ويدعوا الله عز وجل، لا يكون عندهم غفلة وضحك أو أنه يتباطأ عن صلاة الكسوف وينام، بل عليه أن يبادر إلى الصلاة مع المسلمين ولا يتساهل فيها. نعم. أحسن الله إليك. فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد. هذا فيه دليل على أنها تصلى جماعة في المسجد، ما تصلى فرادى ولا تصلى جماعة في غير المسجد. نعم. فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. نعم. ما رأيته يفعله في صلاة قط. أي نعم، تمتاز صلاة الكسوف بالطول في قيامها وركوعها وسجودها على غيرها من الصلوات. نعم. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نعم، كما سبق في الأحاديث نفي أن يكون الكسوف سببا لحدوث حدث في الأرض من موت أو حياة أو مرض أو رخص أو غلاء في الأسعار أو غير ذلك من الأمور، وإنما هو تخويف من الله عز وجل، وأيضا آية من آيات الله. فإن الجاهلية يعتقدون في الشمس والقمر والنجوم، والله أبطل ذلك لأن أجرى على الشمس والقمر هذا التغير، فدل على أنهما مخلوقان مدبران ليس لهما من الأمر شيء. نعم.